أعزائي المتابعين، برحب فيكم مرة أخرى في تحديثنا للجلسة الأمريكية لليوم مع انتظار المتداولين لقرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. عم نشوف تداولات ضعيفة نسبياً في الأسواق المالية، حتى أنه بيانات طلبات السلع المعمرة اللي صدرت بإيجابية كبيرة لم تكن قادرة أنها تحرك الأسواق المالية بشكل ملموس، وهذا طبيعي في ظل انخفاض أحجام التداول وترقب المتداولين لقرار الاحتياطي الفدرالي اللي ممكن ياخذ ثلاث سيناريوهات رئيسيه. الاول انه يرفع الفائده 75 نقطه اساس ويحتفظ بنفس لهجته التشدديه، وهذا هو المتوقع، فممكن الاسواق الماليه حينها تشهد تذبذب. لكن اذا كان هنالك بالسيناريو الثاني مفاجاه برفع الفائده 100 نقطه اساس واظهار قلق اكبر من التضخم، هنا ممكن نشوف حركه تتجه لبعض القوه في الدولار الامريكي وانخفاض الذهب وايضا انخفاض مؤشرات الاسواق. أما إذا أظهر الفدرالي الأمريكي قلق كبير تجاه النمو الاقتصادي، في هاي الحالة ممكن نشوف الدولار الأمريكي بيضعف والذهب بيرتفع وأسواق الأسهم عم ترتفع. خلينا ننظر للرسم البياني لتحركات أسعار الذهب لنشوف رأي التحليل الفني في التوجهات المستقبلية للأسعار. بالنظر إلى تحركات أسعار الذهب فنياً، عم نشوف السعر بيتداول تحت المقاومة الرئيسية التابعة للاتجاه الهابط، وبالتالي ممكن نرجح اتجاهات هابطة فنية خصوصاً لو استقر سعر الذهب تحت 1727. لكن بسبب وجود عدة مستويات دعم تبدأ من 1706 وال 1697، فلازم يتم كسر هاي المستويات لإثبات محاولة الانخفاض وكسر 1680، واللي بكسرها ممكن تدخل الأسعار في اتجاه هابط أكثر وضوحاً. أما الاتجاهات الصاعدة بالنسبة للذهب، فبالحقيقة راح تتطلب اليوم أني أشوف الأسعار أعلى من مقاومة الاتجاه الهابط والموجودة عند 1757، فالتداول أعلى من هالمقاومة ممكن يحفز موجة صاعدة إلى 1779، وممكن كمان ملامسة مستويات فوق 1800 دولار للأونصة. السيناريوهات الثلاثة المقترحة للفدرالي الأمريكي ممكن ما تكون هي فقط السيناريوهات المرجحة، لأنه ممكن يخلط الفدرالي الأمريكي أحد هذه السيناريوهات مع الآخر. بالتالي بفضل أنه اليوم نتخذ إجراءات إدارة مخاطرة مناسبة لقرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خشية حصول تحركات سعرية كبيرة بعكس التوقعات. بالتالي المارجن ليفل يكون مناسب، اتخاذ تدابير إدارة مخاطرة مناسبة ممكن يكون أحد أهم النقاط في تداولاتنا اليوم لنحمي حالنا من المخاطرة وما نفقد فرصة تداول ممكن تكون كويسة.